اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كنا وعدنا حضراتكم امبارح ان احنا هنجيب 19 لاعب، ارقام 19 لاعب. منتخبنا الوطني لعب ب 19 لاعب خلال، مش في مباراه واحده طبعا، ولكن في الاربع مباريات لعب ب 19 لاعب. خلينا نشوف اهم هذه الارقام سواء سلبيه او ايجابيه. لو ايجابيه هنلاقي، لو لقينا ايجابيه هنقولها لحضراتكم، ولو عندنا ارقام سلبيه كتيره جدا. ولا يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تحياتي. كله تمام؟ الله يخليك. طبعا في البدايه هارد لك على منتخب مصر. نبدا على طول بالارقام، هنبدا من الاول الايجابي والنبي، يعني عشان حتى الناس يعني بالحراسه. الشناوي الشناوي طبعا افضل لاعب، افضل ثلاث لعيبه في المنتخب، الشناوي، طارق حامد، محمود علاء، دول افضل ثلاثه بالارقام. الارقام لا تكذب، وهي اللي بتقول كده، مش احنا اللي بنقول يعني. الشناوي لعب اربع مباريات مع منتخب مصر، عمل كام انقاذ؟ اكتر حارس عمل انقاذات في البطوله، عمل 15 انقاذ في اربع مباريات. الانقاذات داخل البوكس يعني من جوه الصندوق 8. نسبه نجاحه في التصدي للتسديدات 94%، وهي النسبه الاعلى في البطوله. 94% نسبه كبيره. حافظ على نظافه شباكه 3. طبعا رئيس مبولح الجزائر دلوقتي 4 بعد ما كسبوا النهارده، استقبلت شباكه اهداف هدف واحد بس، دقه تمريراته 70%. اذا الارقام بتقول ان الشناوي افضل لاعب منتخب مصر. تمام، خلينا نروح للافضل الثاني طارق، او يعني هما الاثنين الحقيقه برضه عشان ما نقلبهاش حاجه ثانيه، لكن الاثنين الحقيقه النهارده سواء الشناوي او طارق حامد او طارق حامد والشناوي، الاثنين دول الناس كلها شايفه ان هما ادوا ما عليهم على الاقل. طبعا طارق حامد يعني لعيب بيلعب بروح قتاليه، مميز قوي بالالتحامات، ارقامه حتى هنشوف ارقامه وارقام باقي لعيبه خط النص بالكامل الاربعه اللي لعبوا. خلينا ناخد بالظبط كده. النني، دونجا، علي غزال. طارق حامد لعب اربع مباريات، عمل كام تدخل دفاعي؟ 9. بمعدل كام في المباراه الواحده؟ 2.3. عمل كام تاكلينج؟ 5. بمعدل 1.3 في المباراه الواحده. فاز بكام التحام؟ 20 التحام في اربع مباريات لعبهم. نبص على جنبه، معلش، على ارقام محمد النني. على طول مش بعيد يعني. ارقام محمد النني ضايع يعني، سيئه جدا جدا جدا. لو بصينا هنلاقي ان النني عمل كام تاكلينج؟ 2 تاكلينج بس، 2 تاكلينج بس في الاربع ماتشات للاعيب ارتكاز، 2 تاكلينج بس. التدخلات الدفاعيه 4 بس في الاربع مباريات. فاز بكام التحام؟ 10 التحامات فقط في اربع مباريات للاعيب ارتكاز. يا لهوي. الارقام يعني ارقام سيئه جدا لمحمد النني، على عكس طارق حامد. طارق حامد فاز ب 20 التحام بمعدل 5 في المباراه الواحده، عمل 5 تاكلينج صحيح بمعدل 1.3. يمكن النني دقه تمريراته 89%، نسبه الفوز بالالتحامات. نبص بقى على نسبه الفوز بالالتحامات، طارق حامد 61%، محمد النني 48%. صنع فرص لزملائه، المفروض ان طارق حامد اصلا بيلعب ورا اكتر، بيغطي ورا دفاعي اكتر، النني هو اللي هجومي. النني ما صنعش غير فرصه واحده بس طوال البطوله. فرصه واحده بس طوال البطوله، طوال اربع مباريات. طارق حامد اللي بيلعب ورا صنع فرصتين. فارقام محمد النني ارقام سيئه للغايه يعني، وفعلا هو يعتبر. خلينا بقى دونجا وعلي غزال برضو دونجا يعني ما لعبوش كتير. دونجا لعب مباراتين، عمل 3 تاكلينج صحيح، فاز ب6 التحامات، دقه تمريراته 96%، نسبه الفوز بالالتحامات يعني ارقام تعتبر متوسطه، لا سيئه ولا جيده. ارقام دونجا متوسطه، ارقام طارق حامد الابيض. لكن طارق حامد فرق كتير، الضعف بتاع النني، الضعف بتاع النني على ده لعب اربع ماتشات وده لعب اربع ماتشات. الضعف بتاع يعني ارقام طارق حامد ضعف ارقام النني. الحقيقه طارق حامد يستحق التحية. ان يكون واحد من افضل اللاعبين يعني. الشناوي وطارق حامد الاثنين دول لا احد بيختلف عليهم يا دكتور. طبعا. طيب خلينا نروح بقى لخط دفاع منتخبنا الوطني سواء حجازي او محمود علاء او باهر المحمدي. هل شفت او ارقامهم بتقول ان هم عملوا شكل مميز واداء مميز؟ هي الارقام بتقول يمكن ان احنا حجازي كان املنا فيه اكبر من كده يعني. حجازي افضل مدافع في مصر، فكان املنا فيه ان هو يكون ارقامه اعلى من كده، كانت الطموحات ان حجازي يكون افضل من كده بكتير، ولكن الارقام بتقول ان محمود علاء هو الافضل. محمود العلاء افضل من احمد حجازي وافضل من باهر. محمود علاء لعب 3 ماتشات بس، 3 مباريات بس، حجازي لعب 4. معدل التدخلات الدفاعيه كل الانترسبشن بتاع حجازي 2 في الاربع مباريات يعني بمعدل نص في المباراه الواحده. محمود علاء 1 يعني بمعدل واحد بيعمل تدخل انترسبشن 1 في كل مباراه. اذا محمود علاء ضعف حجازي. التاكلينج الصحيح حجازي عامل 3 في الاربع مباريات، محمود علاء عامل 3 في الثلاث مباريات. اذا محمود علاء افضل. معدل تشتيت الكوره احمد حجازي عامل 12 مره بمعدل 3 في المباراه الواحده. محمود علاء عامل 12 بمعدل قد ايه؟ 4. اذا محمود علاء افضل من حجازي في تشتيت الكوره وفي التاكلينج وفي التدخل الدفاعي في البطوله. دقه التمريرات الاثنين متساويين.
بالنسبة لمعدل التمريرات يعني اللي بيحضر أكتر من تحت كان محمود علاء كمان 49.3 بيعمل 49 تمريرة في الماتش الواحد. حجازي بيعمل 42 تمريرة. نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية اللي هي أصلا ميزة أحمد حجازي كان محمود علاء برضو أفضل 56%، أحمد حجازي 48%، باهر المحمدي لعب مباراة واحدة. باهر أرقامه يعني بالنسبة له برضو معقولة، معقولة يعني نفس المقارنة بتاعت وسط الملعب. إذا محمود علاء هو الأفضل، يليه أحمد حجازي، يليه باهر المحمدي. تعالى لي بقى على المشكلة، زهراء الجنب. زهراء الجنب يعني أنا برضو من وجهة نظري أنت بتجيب سيرد باك، واحد بيلعب سيرد باك طول الوقت تلعبه باك ليفت ماشي. زهراء الجنب يعني هو زهراء الجنب هنقيمهم على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. تمام. أول حاجة أيمن أشرف. أيمن أشرف صنع هدفين، دي رقم مميز طبعا بالنسبة له، 2 أسيست، معدل تدخلاته الدفاعية 1. لكن نيجي لأحمد المحمدي، أحمد المحمدي سجل هدفين ما صنعش ولا هدف، التدخلات الدفاعية بتاعته نص. إذن دور الدفاع عند أيمن أشرف أعلى. أهم حاجة بقى نيجي الرقم إرسال الكرات العرضية. أنت بتتكلم في مدرب بيلعب 4-3-3، يعني الأطراف لازم تكون طايرة، لازم عرضيات كبيرة. أيمن أشرف ما عملش غير 10 عرضيات بس في الأربع مباريات، رقم قليل، رقم قليل يعني جدا. على الاقل 6 او 5. ده علي معلول في النادي الاهلي هنا كنا بنجيب ارقامه بيعمل 12 و13 في المباراه الواحده، المباراه الواحده. احمد حجازي، احمد المحمدي عامل 12 عرضيه بس. طب نيجي نبص بقى كام عرضيه صحيحه بقى. احمد المحمدي عامل عرضيه واحده بس صح في الاربع مباريات، عرضيه واحده بس صح. ايمن اشرف عامل 3، عامل 3 عرضيات صح، منهم الهدف، منهم الهدف اللي هو اللي كان محمد. احمد المحمدي. طيب النسبه الدفاعيه بقى، نسبه الفوز بالالتحامات، بالالتحامات ايمن اشرف اقوى لانه اصلا مساك 62%، احمد المحمدي 56%. بالنسبه لصناعه الفرص، المحمدي صنع 5 فرص اكتر من ايمن اشرف. ايمن اشرف صنع 3. دقه التمريرات متقاربه، 73% ايمن اشرف، 72% المحمدي. طبعا عمر جابر ارقامه كلها لانه ما لعبش غير دقائق قليله. دي ارقام جيده ولا متوسطه ولا وحشه ولا؟ لا، الارقام بالنسبه لايمن اشرف كويسه نوعا ما في الدور الدفاعي، ولكن الدفاعي. لكن الاثنين عرضياتهم سيئه جدا، الاثنين عرضياتهم سيئه، الاثنين بصراحه بكل امانه عرضياتهم سيئه. مفروض ان الاثنين، انت بتتكلم في مدربين 4 بيلعبوا 4-3-3، يعني الاثنين مفروض والبطوله على ارضك ووسط جماهيرك، يعني كل واحد فيهم مفروض كان يعمل له 10 او 11 عرضيه في المباراه الواحده. مش بتتكلم في المحمدي عامل 12 عرضيه في 4 مباريات منهم واحده بس صح، وايمن اشرف عامل 10 منهم 3 بس صح. طيب خلينا نروح للاجنحه، أجنحة سواء المنتخب، وليد سليمان أو تريزيجيه أو محمد صلاح. محمد صلاح طبعا لعب 4 مباريات جاب هدفين، تريزيجيه 4 مباريات جاب هدف واحد، وليد سليمان لعب 3 مباريات كبديل طبعا، فتريزيجيه جاب جون وصنع جون. تمام. بالنسبة لمعدل المحاولات على المرمى، محمد صلاح أكتر واحد، عامل 3 محاولات كل 90 دقيقة، يعني 3 في 4 ب 12 محاولة. تمام. معدل المحاولات ماشي. دقة التمريرات، نيجي نلاقي ان تريزيجيه اعلى واحد فيهم في دقه التمريرات 75%. معدل المراوغات الناجحه، تريزيجيه هو الافضل، بيعمل 3.8، يعني 4 مراوغات في المباراه الواحده. لكن يعني صلاح بيروح على الجون اكتر، تريزيجيه هو اللي ايه بيصنع فرص اكتر وبيعمل مراوغات ناجحه اكتر. هنبص نلاقي ان تريزيجيه صنع فرص اكتر 7 فرص، لكن محمد صلاح كان عامل 5 فرص. فاز بالتحام ثنائي كل 90 دقيقه، هنلاقي ان محمد صلاح ما كسبش غير 3 التحامات بس. تريزيجيه كسب 8، وليد سليمان كسب 1. طيب الارقام دي معناها ايه؟ هل هو معناها ان محمد صلاح بكل امانه، يعني محمد صلاح كان فيه نوع من الفرديه شويه في ادائه، ان هو بيروح عايز هو اللي يجيب الجون، فبدليل ان معدل محاولاته هو الاكبر، هو الاكبر عنده سنه فرديه شويه، ان هو عايز هو اللي يخلص الجون. عشان كده معدل صناعته للفرص كان قليل، 3 فرص بس في 4 مباريات. على عكس تريزيجيه، تريزيجيه الفينش بتاعه ما كانش حلو، واحنا شفنا الكورتين اللي ضيعهم امبارح، لكن على مستوى صناعه الفرص كان اكتر، وصناعه المعدل المراوغات الناجحه اكتر. وده طيب برضو بياكد ان تريزيجيه محتاج، يعني هو عنده الحل الفردي حلو قوي، ولكن محتاج يطور الفينش. حلو جدا. انا هاخد بقى عبد الله سعيد وعمرو ورده وبعد كده هاخد عمرو رمضان صبحي وكهربا وصالح جمعه، وهنقول ليه انا بعمل كده، وبعد كده نسيب الهجوم في الاخر. طيب بالنسبه لعبد الله سعيد، لعب 4 مباريات لم يحرز اي اهداف، لم يصنع اي اهداف، ما صنعش ولا هدف، زيرو اسيست، زيرو ما احرزش ولا هدف في 4 مباريات. صنع كام فرصه عبد الله السعيد؟ 6 فرص. أيوه. في 4 مباريات برضو رقم قليل. انت عندك صالح جمعه هنا في النادي الاهلي بيصنع 4 فرص في المباراه الواحده. نعم. عدد المحاولات على المرمى 2 بس، 2 بس من صانع العاب منتخب مصر في 4 مباريات. عدد المراوغات الناجحه 1 بس. انت بتتكلم في ارقام كارثيه،
يعني انت بتتكلم واحد ارقام عبد الله الحقيقه عبد الله السعيد 0-0 ما احرزش ولا هدف ما صنعش ولا هدف طيب. صنع 6 فرص بس راح على الجون مرتين بس مراوغه ناجحه بس عمرو ورده طبعا لعب مباراتين هو كان لم يكن جيدا في هذه البطوله طيب بما اننا بنتكلم عن عبد الله السعيد وكلمنا عن تريزيجيه وصلاح ووليد سليمان خلينا ناخد برضو الناس كانت بتتكلم عن كهربا ورمضان صبحي كهربا ورمضان صبحي ودورهم حتى لو كانوا قاعدين احتياطي اخي كانوا هيبقوا معاك كانوا هيدونا دور قول لنا كهربا ورمضان كهربا صبحي كهربا الموسم ده مع الزمالك لعب 27 مباراه جاب 11 جون وصنع 11 جون جاب 11 وصنع 11 يعني مساهم في كام 22 هدف صالح جمعه لعب 11 معرفش وكيل اسمه ايه كهربا ماشي بعدين صالح جمعه لعب 11 مشاركه احرز هدفين وصنع هدف واحد بس تمام رمضان صبحي لعب 16 طبعا لما جه الدور الثاني احرز هدفين وصنع 3 اهداف تخيلوا بقى حضراتكم من الارقام اللي احنا بنقولها دي اللي امام حضراتكم لهذا الثلاثي الارقام اللي حضراتكم شايفينها دي طوال الدوري ولاعيب انا مش يعني مش هنجيب لحضراتكم لعيبه المنتخب كمان او لعبوا مع المنتخب بقد ايه ولكن الارقام اللي قدام حضراتكم دي ما كانوش موجودين مع منتخب مصر لم يتم اختيارهم لمجرد ان وكيلهم مش فلان الفلاني سواء كهربا او رمضان او حد او صالح جمعه طيب خلينا نروح لخط هجوم منتخبنا الوطني مروان وكوكا واحمد علي طبعا احنا كلنا شايفين في البطوله ايجالو مع منتخب نيجيريا بغداد بنجاح مع الجزائر كل الناس عندها فروده قال قوي بصراحه احنا عندنا في منتخب مصر 0-0-0 مروان محسن ولا هدف احمد حسن كوكا ولا هدف احمد علي ولا هدف نعم دقة التمريرات 66% لمروان 40% لأحمد حسن كوكا أحمد علي 71% على فكرة الأرقام بتأكد برضو أن أحمد علي كان أفضلهم نوعا ما عدد المحاولات على المرمى كل 90 دقيقة يعني مروان بيروح على الجون مرة واحدة بس في الماتش أحمد حسن كوكا نص يعني قليل قوي أحمد علي محاولة معدل الفوز بالالتحامات 4.5 مروان أفضل في حتة الالتحامات 3 الكوكا و3 لأحمد علي نسبة الفوز في الالتحامات الثنائية 50% مروان 60% كوكا 75% احمد علي اذا ارقام سيئه جدا لخط هجوم منتخب مصر وبرده هم اتظلموا لان حته صناعه اللعب والاطراف ما كانتش شغاله انا بشكرك جدا يا دكتور ولكن حضرتك كنت لسه معانا النهارده لانه الارقام دي دليل على ان خروج منتخبنا الوطني من دور ال16 شيء متوقع طبعا ما كانش صدفه ما كانش كنا صدفه يعني كلنا تقريبا كنا ما كناش يعني كلنا كنا متوقعين كده ان هيحصل سواء ان احنا عدينا الدور ده كنا ممكن نخرج من اللي بعده يعني بالظبط كده انا بشكرك جدا يا دكتور احمد خلونا بقى نروح نشوف واحد من افضل او تقرير عن واحد من افضل اللاعبين بناء على الارقام اللي جابها لنا دكتور احمد ثابت النهارده محمد الشناوي نطلع نشوف هذا التقرير وبعد هذا التقرير هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد النجم الكبير الكابتن ماهر همام بعد هذا التقرير أصبح من المعتاد لمحمد الشناوي التألق مع منتخب مصر في المباريات الدولية المهمة فمنذ ظهوره في كأس العالم وحصوله على رجل مباراة مصر وأوروغواي في أول مباريات الفراعنة بمونديال روسيا ثبت الشناوي أقدامه في حراسة عرين المنتخب المصري بجدارة بات أخطبوط الفراعنة الذي يزود عن شباكه بكل قوة مؤخرا قدم حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مستوى متميز في كان 2019 بعدما بات نجم الشباك بين صفوف الفراعنة منذ انطلاق البطولة بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات على التوالي في المجموعة الأولى بجانب أنه لا يسأل عن الهدف الذي سكن مرمى في لقاء جنوب إفريقيا حيث كان من انفراد تام للاعب البافانا بافانا في الوقت الذي أنقذ فيه الأخطبوط المصري شباك الفراعنة من عدة أهداف محققة لينال إشادة الجميع وثقة الجماهير بمختلف انتماءاتها كان الاتحاد الإفريقي قد اختار الشناوي كأفضل حارس في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا واصفا إياه بأنه صلب كالحائط الخرساني قائلا انحنوا أمام محمد الشناوي وعلى الرغم من أداء الفراعنة غير المقنع إلا أن محمد الشناوي غرد وحيدا خارج السرب وكان نجم الفريق الأول بلا منازع
ساهم في تحقيق رقم قياسي للفراعنة بالخروج من الدور الأول دون استقبال أي أهداف، بجانب تحقيق 9 انتصارات وهو ما لم يحدث في تاريخ الفراعنة عبر تاريخ مشاركتها في البطولة. وأضاف الشناوي 84 دقيقة أخرى أمام جنوب إفريقيا قبل استقبال هدف لورش في الدقيقة 85 ليرفع رصيده إلى 354 دقيقة دون استقبال أي أهداف في البطولة. تخطى الشناوي كلا من أحمد شوبير، نادر السيد بقائمة أفضل حراس مصر في تاريخ البطولة بعدد الدقائق التي نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه، ليسطر حارس الأهلي تاريخا جديدا لنفسه ولمنتخب بلاده في العصر الحديث.